أما قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، فالمراد بالسنة الحسنة هنا أحد أمور ثلاثة. الأمر الأول ابتداء العمل، من سن في الإسلام سنة حسنة أي ابتدأ العمل، ويدل لذلك سبب الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه قوم من مضر قد أصابهم الفقر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة عليهم، أمر الصحابة أن يتصدقوا عليهم، فجاء أحد الصحابة ومعه صرة من دراهم قد أثقلت يديه فوضعها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى الصحابة هذا الرجل يتصدق صاروا يتصدقون، فقال من سن في الإسلام سنة حسنة. هذا الرجل الذي وضع هذا المال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ العمل فتأسى الناس به واقتدوا به، فعلى هذا يقول من سن في الإسلام سنة حسنة أي ابتدأ عملا حسنا يقتدي الناس به. المعنى الثاني من معاني من سن في الإسلام سنة حسنة، المراد بذلك السنة التي تركت واندثرت وماتت ثم أحياها، فهناك سنن قد تندثر بين الناس هي ثابتة في السنة ولكن الناس هجروها وتركوها فماتت فيحييها، ومن ذلك ما فعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من جمع الناس في صلاة التراويح، فقد جمعهم على أبي بن كعب وتميم الداري وقال نعمة البدعة. شوف نعمة البدعة، المراد بالبدعة هنا ليس اختراع وإحداث، وإنما المراد بها إحياء سنة اندثرت وماتت. المعنى الثالث من معاني من سن في الإسلام سنة حسنة أن يعمل وسيلة تكون مقصودة، أن يعمل عملا يكون وسيلة إلى أمر مقصود وإن لم يكن له أصل من الشرع، كتبوي بالعلم وتصنيف المصنفات. العلماء رحمهم الله صنفوا المصنفات في الفقه والحديث والأصول وغيرها، قد يقول قائل هذه لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن موجودة في عهد الصحابة إذن هي بدعة، فنقول هي وسيلة لتحصيل العلم الشرعي والوسائل لها أحكام المقاصد. كذلك أيضا الجامعات، افتتاح الجامعات والكليات الشرعية وغيرها وجعلها على مستويات معينة، كل مستوى يدرس الإنسان فيه مناهج معينة ومقررات معينة، قد يأتي إنسان ويقول هذا من البدع، لم يكن في عهد الصحابة جامعات وكليات ومستوى أول ومستوى ثاني واختبارات، هذه الاختبارات بدعة، نقول هي كلها وسائل لتحقيق غرض مقصود والوسائل لها أحكام المقاصد. وهذه قاعدة مفيدة جدا وهي الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسائل الواجبات واجبة ووسائل المحرمات محرمة ووسائل المستحبات مستحبة ووسائل المكروهات مكروهة ووسائل المباحات مباحة، ولهذا كل مباح، كل أمر مباح تجري فيه الأحكام الخمسة. أضرب مثالا بذلك، البيع، ما حكم البيع؟ نقول البيع من حيث الأصل جائز، ما نقول يجب أن تبيع أو يجوز أن تبيع أو يكره أو يحرم، هو جائز، لكن قد يكون البيع والشراء واجبا وقد يكون مستحبا إلى آخره. متى يكون البيع واجبا؟ إذا كان وسيلة لتحصيل أمر واجب، إنسان حضر وقت الصلاة وليس معه ماء يتوضأ به لكن هناك ماء يباع، ما حكم شرائه لهذا الماء؟ يقول واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. دخل عليه وقت الصلاة وليس عنده ثوب يستر به عورته، يجب عليه أن يشتري، الشراء هنا واجب. مثال آخر، إنسان أراد أن يشتري سواكا، السواك سنة، ما حكم شرائه للسواك؟ يقول الشراء سنة،
لأنه وسيلة إلى تحصيل سنة. أراد أن يشتري أمرا محرما من خمر ونحوه، نقول الشراء هنا أو العقد محرم لأنه وسيلة إلى أمر محرم، وهكذا. إذن كل مباح فتجري فيه الأحكام الخمسة، والوسائل لها أحكام المقاصد.